مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. صراحة كثير من الاتصالات عم تورد على البرنامج موضوع الفوضى بسوق صرف الدولار في بيروت. كلنا سمعنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامي لطمن انه ما في اي خوف، كلنا عرفنا انه نهار الثلاثاء رح يتخذ قرار بموضوع تنظيم استيراد القمح والمحروقات ومادة ثالثة كمان، ولكن اللي عم بيصير بالبلد انه كل يوم عم بيزيد الدولار عن يوم وما حدا عم يلجمه، ما حدا عم بي يعني الناس المواطنين ما عم بيلاقوا في استجابة ابدا لمطالبهم اللي هي انه يتثبت سعر الدولار. حتى وصل البعض يقول اذا بدهم يعملوا 2000 يقولوا 2000 بس بنعرف 2000، بس ما في سوق يكون سوق سوداء كل يوم بيزيد عن يوم من شهر لليوم. يعني امبارح بطرابلس انشغل 1600، اليوم ببيروت عم ينشغل 1590، وبالتالي حتى اليوم اللي بون بوست ولا التاتش ولا الاو ام تي ولا اي اللي عاملين اتفاقات مع الدوله اللبنانيه كمان كل واحد منهم عم بيسعر الدولار غير السعر الرسمي المعترف فيه رسميا. ولليوم ما حدا لجم السوق او وقف هالفوضى او حسس الناس انه عم يتدخل. نحن بنعرف انه المدعي العام المالي الرئيس علي ابراهيم للمره الثانيه او الثالثه وقف صرافين، وبالتالي هالصرافين توقفوا ورجعوا ظهروا، بس ما عرفنا على اي اساس ظهروا. نحن ما عم نقول لازم يوقفون اذا كانوا مش محقين، لا، نحن مع القضاء ونحترم، وبالعكس كل الخطوات يلي بتعيد ثقة اللبناني بدولته بمؤسساته نحن معها 200%. ولكن اليوم السوق اليوم كتير عم بتبدل السعر صرف الدولار، حتى في بعض أصحاب المصالح اللي عندهم مؤسسات أو سوبر ماركت أو تكاكين صغيرة أو مهما كانت وقفوا يشتروا بضاعة جديدة من أصغر دكان لأكبر دكان لوصولها للسوبر ماركت ومساحات كبيرة. موقفوا البعض منهم أنهم يشتروا بضاعة، لأنه إذا بنشتروها على 1600 أو 1700 أو 1900 رح ينعكس سعرها باللبناني على المواطن اللبناني بارتفاعها. فضلوا يتريثوا ما يشتروا بضاعة جديدة، وهيك بدها تصير الأمور. إذا بقيت هيك بدها تصير شوي شوي أمور كتيرة تنفقد. ما عم بقول هالشي حتى تهجم العالم وتخزن، لا، ما في لزوم لهالهلع هيدا، ولكن عم نقوله ما في يستمر الوضع الحالي هيك اطلاقا. حبيت انقل انا طبعا تخوف اللبنانيين المشاهدين اللي اتصلوا فينا، وحتى البعض منهم وصل لنا انه يمكن على الاتي ام بالمصارف كان وفي شبكه كان هي عم تجي تسحب كل الدولار من هالاتي ام، وما بعرف وين عم تاخذهم على اي بلد. نحن أكيد ما منتبنى ولا أي شيء، ولكن هيدي من الأمور يلي في ناس اتصلوا بالبرنامج وعندهم تخوف من هالموضوع هيدا. معلومة. بداية بمعلومتنا رح أكد على البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، بأكد فيه أنه مصرف لبنان سيصدر تعميم الثلاثة المقبل بنظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأمريكي، وذلك بعد مراجعة فخامة الرئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية والوزراء المختصون، يعني بانتظار الثلاثة. كمان بتعاميم تاني بأمور تاني كمعلومة هيك للناس حتى تعرف شو عم بيصير. وزير التربية والتعليم العالي أكرم الشهيب أعلن أنه بيستقبل مراجعات التربوية للمواطنين يوم الأربعاء من كل أسبوع ابتداء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 من بعد الظهر في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق 11 بالوزارة، وبيعتذر عن عدم استقبال أي مراجعات خارج هذا التوقيت. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 وبيخذ أول اتصال لليوم. الو، تفضل. اهلين، تفضل. مسيو، تفضل. الو،
أهلا تفضل. ألو ألو مدام ربيكا. نعم. بحياتك بس بدي أسألك سؤال. تفضل. نحن بالتعاونية نحن بالتعاونية صرنا شيء ألو. عم بسمعك تفضل. تسمعيني. نعم. نحن بالتعاونية صرنا 4-5 أشهر. بنحط المعاملة بتدل 4-5 أشهر لنقبض وست شهور. يعني صحيح نحن بالتعاونية بس إذا بنروح من مد إيدنا بنشحط أفضل. لأقول لك شغلة، أنا الأسبوع الماضي كان معنا مدير عام التعاونية الأستاذ دكتور يحيى خميس بهذا الموضوع بالذات. التعاونية مجهزة كل ملفات اللي بتعلق بال طبعا المنتسبين إليها بقيلة مع الدولة للمعاملات 50 مليار عن السنة الماضية أو 50 مليون. بعرف بمجملهم لحتى الساعة في حوالي 365 مليون دولار هودي مفروض أنه يكونوا لملفات جاهزة، يعني من التعاونية جاهزة كل الملفات المتعلقة بتقديمات التعاونية من منح مدرسية لأدوية لاستشفاء لوفاة إلى ما هنالك. المشكلة مش عند التعاونية، المشكلة حاليا بصرفة من وزارة المالية. هيدي المشكلة، ما في مشكلة عند التعاونين. حتى اليوم بالذات كنت عم راجع بمعاملتين لأحد الأشخاص، كان الجواب هو ذاته، يعني منتهي الملفات جاهزة من عند التعاونية ولكن الصرف بانتظار المالية ومجلس الوزراء، تتكونوا عارفين. كمان اتصال. ألو تفضل. ألو بونجور. بونجور. كيفك فكرة بك؟ ماشي الحال؟ ايه الحمد لله. بدي اقول لك نحن بمنطقة حلال. ايه. يعني الماي تقريبا من 4-5 سنين كل مرة كل مرة بيقولوا لنا المضخة بنهر ابراهيم معطلة ومضخة كذا معطلة وما فينا. طب انا بدي اعرف ليه غلى المي عم بيصير؟ يعني طلبوا هلا حق متر المي 350,000 يعني زادوا 50,000. لا تروح للموارد. المي صارت قوية هلا. داروا لنا مسيو شو اسمه جون جبران دارنا خط من الخضايرة. اوكي. المي رح تصير هيدا وكل ما تشتي نقطتين عوكرة المي بنقعد تقريبا جمعتين ثلاثة بلا مي. طب شو القصة؟ هلا الوضع بيزيدوها 50,000. طب على راسي المي كرمال السدود. طب ليش المي ما عم تصير احسن؟ مسيو المضخه مشيت من 3 أسابيع باردون شو ما انا هيدا اللي بدي استوضحه منك، اذا هلا عندك مي ولا لا؟ هلا ما في مي، هلا ما في مي بالمنطقه كلها، لا بشقاق ولا بنهر ابراهيم ولا بحلال. اوكي. انا بتصل انا بمياه بيروت بيقولوا لي نحن ما معنا خبر. اوكي. شيء ما بعرف. لا يعني معك حق. بتصل بمي جبال بيقولوا لي المي بكل برودة أعصاب بيقولوا لي نحن مع المضخة واقفة ما في مي. بتروحي مثلا إذا دخلنا جمعتين عن الدفع بدفعونا جزر. بنكون أنا شو زي مثلا 17-18 نقل السيتان بضرب شهرين. وأنت بتعرفي يا مدام ريبيكا إنه نحن بيكون في بناية بيكون في خزان مثلا 2000 تحت بيكون في خزان 1000 فوق وبتشفط الترمبة. طب نحن شو بدنا نلحق؟ إذا عائلة 7 تنفس أنا شو بدي لحق عليهم؟ أنا معك من هيك بدي استوضحك، إذا هلأ بعدها في عطل ولا في تأنين، في فرق. بعد المضخة هلأ نية معطلة أو مش عارف عم تجي عندك المي، مش عم تجي من أي متى هلأ؟ يمكن ما عاد معي على الخط. على كل حال أنا رح شوف مع مياه بيروت شو قضية حالات ونهر إبراهيم، منتابع الحل عنا بعد هالفاصل. منتابع الحل عنا وباخذ اتصال جديد. الو 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 بونجور. بونجور اهلا. فينا نحكي مع مدام ربيكا؟ ايه تفضلي. بدي احكي بس بخصوص هالمساعدات المرضيه لقوى الامن. نعم. صار لنا شي سنتين او اكثر يمكن عم نقدم هالمساعدات ما عم نقبض ابدا شيء. من سنتين تقريبا او اكثر حتى شوي يعني. منقدم مساعدات مرضية بالأدوية بكل شيء يعني وما عم نقبض أبدا منه شيء يعني حتى مساعدات وفاة مساعدات ولادة حتى هاو كلهم ما عم يجوا. أوكي. بدي أشوف مع المديرية شو ما القضية تبعهم. أهلا وسهلا فيك، يعني شو الجواب اللي بقدر أعرفه بعطيكم إياه. كمان اتصال.
بهالوقت أنا بدي حيي القاضي داني زعني. بعد توقيف 4 طلاب لبنانيين وخامس تونسي وإصدار مذكرة توقيف وجهية وغيابية وتنفيذ مداهمات بأعالي كسروان، أصدر قاضي التحقيق في الشمال القاضي داني زعني استنابات قضائية كلف من خلالها 5 مدارس سبق أن حامت حول شبهات عن تعاطي بعض الطلاب فيها المخدرات وترويجها، وذلك عبر سلسلة إجراءات إدارية صارمة وفي خطوة استباقية لمحاولة الحد من انتشار هذه الآفة بين التلاميذ في المدارس المشار إليها والتي تقع ضمن نطاق بيروت وضواحية. ويأتي قرار القاضي زعني على خلفية الكشف عن الوسائل المعتمدة لترويج المخدرات على مداخل المدارس المعنية بهالإجراءات. يعني أنا دايما نشكره خصوصا مع بداية العام الدراسي حتى تكون عبرة، حتى يكون في من قبل إدارات المدارس أكثر يكون في جدية في مراقبة الطلاب، لأنه هيدا شغل كتير مسيئة لجيل اليوم وبأماكن تربوية محض. منكمل ناخد اتصالاتكم. ألو ألو، أهلا مدام. بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. يعطيك ألف عافية. أهلا ليكي حبيبي، أنا هون عم بحكيكي مدام خوري. أهلا مدام خوري. ليكي يا قلبي، هيدا الضمان الاجتماعي بالأشرفية ايه؟ عم بيقبضنا الأدوية من أي متى؟ أنا داخلي مع ابني، يعني أنه أنا مرة كبيرة وداخلي مع ابني بالضمان. مدام من أي متى ما قبضتوا الفوتير؟ من أي متى؟ 7 أشهر 8 أشهر. قال في مشكلة بالضمان، عم بيغيروا الموظف. طيب شو ذنبنا نحنا؟ الله يخليك انت كلمتك. يعني اذا تغير الموظف يعني ببطلوا يقبضوا؟ كيف هيدي؟ خليني بكره اشوف شو قضيه ضمان الاشرفيه. الله يرضى عليك، طول عمرك. اهلا فيك مدام خوري. كمان اتصال. يعني مرات حجج ما بعرف كيف، ما بعرف. تفضلي. او مين معي على الخط؟ الو. اي مسيو. اهلا مسيو. وحيد بلاش تقبريني، عندي مشكلة. أنا حبيت بس أطرحها عليك. إيه تفضل. أنا حاجزين بشركة للسفر، مش حط الأسامي. أوكي؟ صار في إنه المدام استأنت وأعطانا رابور حكيم إنه ممنوع تسافر. نعم. ونحن دافعين المبلغ كله. نعم. أوكي، أنا طلبت منهم إنه ردوا لنا منهم 3 أرباع، إنه عندنا مشكلة إنه حقهم يردوا إنه عندهم مصاريف. ما في ما بردوا شيء قبل المرة. إف. يعني راحوا عليكم تيكتات. إيه مظبوط. ليك ما بعرف شو النظام اذا بدك، بس بقدر يعني بتقدروا تتواصلوا مع نقابه السفريات، بيقدروا هني كنقابه بتقدر تقلكم اذا صح ولا لا، او اذا بيردوا ولا ما بيردوا. عرفت؟ اذا بدك اترك رقمك وبنعطيك رقم النقابه او النقيب استاذ جان عبود، معه فيكم تعرفوا اذا فيكم تستردوا اذا القانون بيسمح او لا. يعني هذا موضوع ما بعرف كيف النظام. عرفت؟ انا من عندي ما في جاوبك اذا لازم تسترد نصهم 3 أرباعهم او ينحسف منهم، ما بعرف. من هيك بفتكر نقابه السفريات، مكاتب السفريات هي بتقدر تفيدك اكثر بالموضوع. اترك رقمك وبنعطيك. هلا مش قدام الرقم اكيد، بس بنأمنه وبنعطيك اياه. كمان اتصال. بونجور. اهلا بونجور. بدي أعزيك بخصوص المدارس، ليش ما بنعرف أسميهم للمدارس؟ صراحة أنا هيدا يعني التعميم اللي طلع أو الخبر، مش ذاكر اسم المدارس، لو ذاكر كنت ذكرته. مش مذكورين. ذكر. أوكي. أهلا فيك. يعني مظبوط، هو لو انذكرت أسامي المدارس بس أو ما انذكرت، المهم اليوم أنه في قاضي أخذ قرار ومع بداية عام دراسي، وهيدي شغلك خطوة كتير جيدة وإيجابية، وعلى الكل يكون خفير. يعني إذا حدا بيعرف يخبر الإدارة، الإدارة تخبر، لأنه ما فينا نترك جيل بصروح تربوية إنه يتعرض للمخدرات أو للابتزاز أو إلى ما هنالك. كمان بالحلقة عبر الـ MTV حاولنا اليوم معرفة موضوع طريق حبوش
لأنه اتصلوا فينا يعني على ال 24 مش على الهواء مباشر، كنا عرفنا من هيك على الماشين لما الواحد بتلفن دايما لما بقول تركوا رقم تليفون أو تركوا شيء إذا بدنا معلومة أكتر. اللي متصلين منا قايلين إنه في أشغال كانت عم بتصير على طريق حبوش النبطية، صار في خلاف مع المتعهد، ترك الشغل وترك وفل هيك واصل هيك على الماشين محطوط، لا في اسم ولا في رقم المتصل. نحن حاولنا اليوم مع رئيس بلدية حبوش الدكتور علي نعمي مشكور يعني، قالنا إنه في عدة طرقات بتوصل لحبوش. حاليا في تمديدات كهرباء عم بتصير على طريق حبوش، يعني في شيء عم بيصير وعم بتتابعها البلدية، بس منه عارف إذا في خلاف مع متعهد وتارك. من هيك المتصل يلي ترك الخبر عنا على الحل عنا يعمل معروف، يا يرجع يتواصل معنا يخبرنا أي طريق منهم، حبوش صيدا، حبوش النبطية، لأن في عدة طرق تنقدر كمان إحنا نتبعها مع المعنيين بالموضوع. صورة اليوم مش فاسوة. يعني معقولة عائلة بكاملة على موبيلات وما حدا حاطت كاسك، ولا سمح الله صار حادث أو أي شيء شو بيصير؟ إذا يعني وإذا بس هيدا الموبيلات دقت بسيارة، الله يعين صاحب السيارة، الويل له المعطر. يعني من هيك ما بعرف، أول شيء ما في مسؤولية، ثانيا المفروض يتوقف هيدا صاحب الموبيلات وبالمشاية وبلا كاسك ومع أولاد صغار وعائلة بكاملة. بعطيكم موعد بكرة دايما مع الام تي في الحل عنا. ضيفتنا بكرة المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس، كونوا على الموعد.